بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعيد جدا بهذا الانجاز طبعا، خاصه هذه البطوله تقام في دوله قطر، يعني الميداليه ما راحت بعيد عن قطر، وهذا الانجاز طبعا للقياده الرشيده وجميع الجمهور، جميع من ساندوني في نعمل على هذا الانجاز، واشكر جميع الاداره وجميع الجمهور وناس الناس عامه طبعا. وهذا الانجاز اهديه طبعا لسيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه الثاني ولي عهده الكريم. الله الحمد لله الحين احسن، ونشوف ان شاء الله في الايام القادمه طبعا مع الفحص ان شاء الله. تسلم، الله يسلمك، عافيك.